يا اهلا بكل مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب الحياه. الحقيقه مشاهدينا كلنا عارفين، ويمكن كل بنت وكل ست عارفه، ان الاهتمام بالجسم يعتبر من الروتين اليومي المهم جدا، وكمان لو في اهمال حتى لو شويه صغيرين قد كده في النظافه دي، فده بيتسبب في تراكم الجراثيم وتراكم العرق، وده بيؤدي لتصبغات في الجلد، خصوصا بقى الاماكن الحساسه. وتصبغات الاماكن الحساسه بيبقى من الصعب جدا ان احنا نتخلص منها، حتى ممكن في ناس تفضل تدور على وصفات وتفضل تجرب انواع كريمات كتير وتجرب حاجات كتير جدا، وبرده ما بتوصلش للون جلدها الطبيعي او زي ما كانت قبل التصبغات دي ما تحصل. علشان كده في فقرتي النهارده هنتكلم معاكم عن تصبغات الاماكن الحساسه، ازاي نعالجها وازاي كمان نهتم بيها بعد كده. كل ده هيكون مع ضيفتي وضيفتكم دكتوره ليالي الحلواجي، دكتوره صيدلانيه. اهلا بيك يا دكتوره ليالي، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. يمكن الموضوع اللي انا اتكلمت فيه ده بيأزم يزعج كل بنت وكل ست، خصوصا بقى التصبغات في الاماكن الحساسه زي ما انا قلت. لو نكلمهم بس في البدايه كده، يعني اسبابها التصبغات دي بتحصل ليه؟ بصي يا رنا، المناطق الحساسه عندنا مفروض ان الجلد او الهايبر بيجمنتيشن او التصبغ فيها بيكون اعلى من اي مناطق تانية في الجسم. يعني المناطق الحساسه الجلد فيها بي 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 بيستجيب اسرع لاي خبطه او لاي خدش او للتعرق، فاهم سبب من الاسباب دي هو التعرق. نتيجة للعرق بيبقى فيه بكتيريا، البكتيريا دي هي اللي بتزود الميلانين بتاع الجسم، الميلانين بتاع المنطقة الحساسة، اللي هو المفروض بيقاوم التصبغ اللي بيحصل، فبيحصل تصبغ زيادة بالزبط. صح كده؟ فبيزيد التصبغ في المنطقة الحساسة دي، فبيبقى نتيجة عنها الاسمرار المناطق الحساسة دي، مختلف عن مناطق الجسم التانية. ففي حاجات كتير، في مضادات تعرق كتير بتعمل على قفل المسام. فقفل المسام ده بيعمل انفلاميشن، اللي هو التهاب في الجلد. التهاب الجلد بيزود الميلانين بتاع البشره، فيزيد التصبغ بتاع المناطق الحساسه. فعندنا حاجتين، يا اما التهاب، يا اما التهاب نتيجه ازاله الشعر المختلفه بالواكس او بالشفره او بالليزر كمان، ايا كانت الطريقه يعني. بالظبط. زي كمان لما الناس اللي بتيجي بتعمل ازاله الشعر بالليزر في المنطقه الحساسه بالذات، بعد ما بيخلصوا الجلسه بيديهم علاج، علاج لمضاد للحروق. هم ما بياخدوش بالهم انتوا بتاخدوا علاج مضاد للحروق، فانتوا عارفين انتوا بتعملوا قد ايه في الجلد، انتوا بتهلكوا او بتعملوا فيه التهاب فظيع عشان تاخد مضاد للحروق، وتاخد كمان انتي بايوتيك مضاد حيوي. فالالتهاب ده او الانفلاميشن اللي بيبقى موجود في الجلد بيزود الميلانين، بيزود التصبغ، فبنلاقي ان المناطق الحساسه احنا عملنا ازاله للشعر بس المنطقه اللي هي بعد كده غامقه قوي سمراء، او فيها الناس بتبقى عندها الاسمرار قلب على زرقان شويه في بعض المناطق دي نتيجه الالتهاب. مش صحيح. بس ان احنا مضادات التعرق او لا، كمان ازاله الشعر بالليزر كمان بيعمل التهاب، فبيعمل تصبغ زياده، فبيعمل اسمرار البشره. طيب في ناس كتير برضو، انا زي ما قلت في البدايه، بيبتدوا يجيبوا وصفات، بيبتدوا يحطوا حاجه على حاجه علشان تبيض المنطقه دي، سواء الاندر ارم او البيكيني لاين، فبكل المناطق دي بيفضلوا يجربوا عليها حاجات فبتزيد وبتبقى التصبغات زياده. الوصفات دي كلها فاشله بمعنى الكلمه يعني؟ لا، هي مش كل الوصفات فاشله. في وصفات فعلا ناجحه، بس الوصفات دي لمناطق الجسم المعينه مش للمناطق الحساسه، او للمناطق الحساسه لو في منهم وصفات ناجحه، الوصفات دي بيبقى فيها مقشرات. الجلد بتاع المناطق الحساسة هو جلد لو عملنا فيه مقشر أو استخدمنا فيه حاجة قوية غير بشرة الجسم كلها مختلفة. المناطق الحساسة ليها استخدام معين، ليها حاجات معينة أنا أقدر استخدم فيها، مش كل الوصفات هتنفع للجسم كله. فنتيجة لده بيحصل التهاب، ونتيجة أن أنا استخدمت وصفة ما تنفعش المناطق الحساسة بيعمل التهاب طبعا. الالتهاب هيزود الميلانين فهيعمل زيادة في التصبغ، فنرجع تاني لنفس المشكلة الأساسية، أن احنا بدل ما بنعالج احنا زودنا المشكلة أكتر، فزاد الاسمرار في المنطقة الحساسة أكتر. طيب احنا اتكلمنا عن الأسباب، اتكلمنا على بعض الطرق اللي البنات أو الستات بيستخدموها. عايز أعرف منك بقى النهاردة طريقة تكون آمنة وتخلصهم من المشكلة أو الكارثة دي. بصي، هو احنا قلنا أن في وصفات ناجحة. تمام. طيب احنا لو عملنا الوصفة اللي هيبقى فيها التركيزات الطبية اللازمة ان انا اقدر اخلص من المناطق اللي فيها البيجمنتيشن او التصبغ ده، بس بطريقة امنة علمية. يعني بدل ما اخد تجارب ناس او اعملها في طرق غلط، انا عندي منتج كل المكونات اللي فيه مكونات طبيعية. تمام.
احنا قلنا نتيجه التعرق والعرق الزياده والالتهابات، فالبكتيريا الزياده ديت بتزود الميلانين في البشره فبيعمل زياده للتصبغ. هنا سبراي ران، سبراي ران في سايم اللي هو الزعتر وفي الترايكولسان، بيعملوا على ان هم بيقضوا على البكتيريا الناتجه من التعرق. يعني كده في من مكوناته اثنين بشغلتهم او وظيفتهم بيقضوا على البكتيريا. تمام. في مضادات للتعرق كتير موجوده دلوقتي في السوق، هي في منها كويس وفي منها اللي هو بيؤدي الى ان هو بيقفل المسام بتاعه البشره فبيعمل زياده في التصبغ. تمام. لكن هنا احنا بنقضي على البكتيريا اللي ناتجه من التعرق من غير ما بنقفل المسام. يعني المسام بيفضل مفتوح طبيعي، بيطلع العرق بتاعه طبيعي، بس احنا مش بنسد المسام عشان ما يعملش انفلاميشن، فاحنا بنصلح حاجه ومن الناحيه الثانيه بنعمل انفلاميشن فهيعمل برده بيجمنتيشن. تمام. يعني سبريرون المكونات اللي فيه هي مكونات طبيعيه ولكن معموله بطريقه علاجيه. بالظبط. طريقه علاجيه ان انا اقدر اعالج المشكله من غير ما اعمل التهاب او من غير ما ابوظ البشره واخليها تنتج تاني ميلانين فتزيد التصبغ. كمان عندي الكالنديلا اللي هي بتعمل، احنا قلنا الناس اللي بتستخدم الليزر او بتستخدم الطرق المختلفه لازاله الشعر بيجي لهم التهاب، فاحنا عندنا هنا في مضاد للالتهاب، بس مضاد للالتهاب مش هيأثر للبشره ومش هيخلي البشره مش هقدر احطه عشان اخرج، لا هو المنتج طبيعي جدا مفهوش. احنا نقدر يعني ما بيتعرضش ان واحده هتحطه الصبح مثلا مش هتحس بيه وتبقى بتعرق طول اليوم مجهود او حاجه، ما فيش مشكله. لا مش هتحس بيه باي حاجه لانه مش هيسيب طبقه دهنيه على البشره، ومش كمان مش هيأذي البشره، اقدر اخرج بيه، اقدر امارس حياتي طبيعي جدا من غير اي حاجه، ومش هيقفل لي المسام كمان. تمام. احنا قلنا ان المشكله دي اهم حاجه فعلا، لان فعلا في بعض الكريمات او المستخدمات الاخرى بتقفل المسام فبتعمل كوارث ثانيه. يعني بالظبط. انا بحل مشكله التعرق عشان البكتيريا اللي بتعمل البيجمنتيشن او التصبغ او الاسمرار المناطق الحساسه، وانا بعمل انفلاميشن من ناحيه ثانيه بسبب ان انا بسد المسام فبينتج حبوب. لا، فهو هنا ما بيسدش المسام، منتج طبيعي جدا، كل المكونات اللي فيه كاني عملت وصفه ان انا اقدر امشي فيها بس للمناطق الحساسه، ووصفه طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل، وكمان علميه يعني وصفه طبيه، مش بجرب حاجه ما حدش لسه يعرف نتيجتها ايه. طيب استخدامه بقى، يعني هي تحطه على المنطقه الحساسه، لو فرضا مثلا واحده منطقه الاندر ارم هي اللي عندها الغامقه او فيها تصبغات او مغمقه شويه، هتستخدمه زي هترش مثلا ولا تعمل ايه؟ هو بيستخدم رشتين. تمام. مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. تمام. رشه بتكون كده، هي الرشه بتملى جزء كبير قوي من البشره، وبعدين بعمل مساج او انا بدلك المنطقه اللي انا حطيت عليها لمده دقيقه بس. بعد دقيقه مش هلاقي اي حاجه. تمام. وعادي تخرج بقى وتلبس اللبس اللي هي عايزاه وتعيش حياتها، مفيش مشكله خالص، مش هيبوظ هدومي، مش هيعمل لي مشاكل، هقدر اخرج بيه، وكمان مش كريم او اي حاجه ان انا هقعد لسه، لا يبقى في طبقه دهنيه او حاجه. أيوة صحيح. هي بختين بالظبط على المنطقه، وهتملى المنطقه كلها، مش هتحتاج كتير. وبعدين بدلكها وخلاص. طب ريحته، ريحته حلوه، الناس كلها تدور قوي على الروائح عشان حاجه حلوه جدا. بس ريحته من المكونات الطبيعيه اللي موجوده فيه. احنا قلنا في الصايم اللي هو الزعتر، وفي الليكرس اللي هو العرقسوس، وفي الفيتامينز اللي هي اللي بتساعد على تفتيح البشره، انا فيتامين اي اللي هو موجود في كتير قوي من الكريمات التفتيح الموجوده في السوق. طيب عايز اعرف بقى السن المناسب، وهل هو مناسب للبشره الغامقه زي البيضه زي الشقره، مناسب لكل انواع البشره؟ هو مناسب لكل انواع البشره، بس الناس السمر اصلا او الناس اللي بشرتهم غامقه ربنا مديهم زي سان بلوك طبيعي، لو نزلوا في الشمس او فضلوا في الشمس لفتره طويله مش بيتحرقوا. نفس الكلام لو استخدمت طرق مختلفه في الاماكن الحساسه فمش هتغمق برضه. بالظبط. لا، هو بشرتها فيها كانها فيها سان بلوك يعني، ده هيخدم البشره البيضاء، البشره الفاتحه شويه، الشقره المتوسطه. كمان مش بقول الناس اللي هو الشقر بس او البيض بس، لا لكل البشرات، بس بتكلم على البشره الغامقه اللي هي ما بتتحرقش اصلا، ان هي بشرتها لونها دي طبيعتها بقى خلاص، دي طبيعتها، فمش مش محتاجه ان انا استخدم فيها السبراي. تمام. طيب السن، السن لا هو مع كل الاعمار، احنا ما قلنا ما فيهوش يعني بنوته صغيره كده مثلا 14 15 سنه. لا، ممكن استخدمه مع اي حد، ممكن استخدمه مناسب ليها يعني. ممكن استخدمه كمان مع الحوامل، ممكن استخدمه مع اي حد عشان ما فيهوش سايد افكت، ملوش اي اثار جانبيه خالص. كتير من او بعض من الكريمات التفتيح اللي موجوده في السوق بيبقى موجود فيها مقشر.
عشان اقدر افتح انا بشيل طبقه الخارجيه من الجلد. المكشرات ديت ما تنفعش المناطق الحساسه، احنا قلنا المناطق الحساسه البيجمنتيشن او هايبر بيجمنتيشن فيها اللي هو التصبغ بيبقى فيها اعلى من اي منطقه تانية من الجسم، فما اقدرش استخدم فيها اي مكون تفتيح من غير ما اعرف هو ده المناطق الحساسه ولا لا. بس هنا ممكن مخصص للمناطق الحساسه عشان ما يأذيش المناطق الحساسه، ما ينفعش يعمل انفلاميشن، ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي، وكمان معالج. يعني انا بفتح وبعالج بعالج المشكله الاساسيه اللي هي سببت يعني هو يعني اي كريم تفتيح بيفتح المنطقه اللي احنا عايزين نفتحها وخلاص. لكن ده كمان بيعالج السبب اللي احنا وصلنا بسببه للمرحله دي، صح كده؟ بالظبط زي ما قلنا، اللي هو يا اما تعرق ناتج عن بكتيريا، البكتيريا عملت التصبغ، يا اما اسباب اللي هي الطرق المختلفه من ازاله الشعر، من الليزر للشيفنج للواكس، كل الحاجات دي نقدر نعالج الالتهاب بتاعها. طيب الستات الكبيره في السن يعني مثلا ممكن يكون سنها 60 ممكن تستخدمه عادي ما فيش اي مشكله برضو؟ ممكن اي حد يستخدمه، يعني بيبقى جلدهم حساس شويه. لا، من الاطفال للكبار كله ممكن يستخدمه، ما فيش اي سايد افكت، كله فيتامينز ومواد طبيعيه معالجه للاسمرار او اللي هو البيجمنتيشن اللي هو التصبغ الموجود في المناطق الحساسه. طيب يعني من خلال دردشتي معاكي قبل الهوا عرفت ان في ناس استخدمته وجاب معاها نتيجه وبدات ان هي تلاحظها. ده راجع لايه؟ الماده الفعاله اللي فيه وعشان هو بيعالج فعلا الماده الفعاله اللي فيه، وكمان ان احنا بقضي على السبب سبب المشكله. انا مش بغطي المشكله، يعني مش بعمل كفر للمشكله، مش بفتح وخلاص، لا، يعني يا سبب ان انا بقضي على البكتيريا من المكونات الموجوده فيه اللي بتقتل البكتيريا اللي بتعمل التصبغ ده، يا اما بقضي على الالتهاب اللي ناتج من احتكاك الهدوم، من العرق، من الشعر اللي طالع من الجلد عشان انا بقفل المسام، الشعر مش نافع يطلع، من طرق ازاله الشعر المختلفه. فانا بقضي على السبب بتاع المشكله وبعدين ببتدي اعمل الهيلينج اللي هي فتره العلاج. طيب النتيجه بقى، احنا اتكلمنا عن سبريرون وعرفنا مكوناته وعرفنا طريقه استخدامه. النتيجه الناس كلها تقول لك طيب النتيجه دي هتظهر لي امتى؟ انت عارفه احنا ناس بنحب السرعه قوي، نحط دلوقتي بعد ساعه لازم نشوف النتيجه. انا بحط دلوقتي مستنيه، انا اذا ما فتحتش ليه؟ لا مش شغال. نتيجته طيب هتبان بعد قد ايه؟ زي اي علاج انا بمشي على كورس العلاج بتاعي عشان اخد النتيجه. النتيجه الاول افكت بيطلع بعد شهر، بعد شهر ببتدي الاحظ ان الجلد لو كان فيه التهاب، الالتهاب بيروح وبتدي الجلد بيفتح، الصبغه ابتدت تروح من الجلد. بعد 3 شهور بوصل للنتيجه النهائيه، طبعا على حسب الكيس، في كيس هتتعالج بعد شهر، في كيس هتتعالج بعد 3 شهور، يعني حسب الحاله اللي هي فيها او الدرجه اللي هي فيها. بالظبط. بس النتيجه النهائيه تاخدها بعد 3 شهور. بالظبط، بعد شهر هتلاحظ اول بدايه النتيجه يعني، وبعد 3 شهور بيكون النتيجه النهائيه. طيب انت قلت لي، هنرجع شويه كده لورا، انت قلت لي ان هو بيعالج. خلاص واحده استخدمته بعد 3 شهور فعلا لقت النتيجه هايله، وخلاص لقت المنطقه الحساسه نفس درجه لونها الطبيعي. هتبتدي ان هي تاخد تصبغات تاني، ده طبيعي، طبيعه الحال. ممكن تستخدمه بقى على طول بعدها، يعني اول ما تلاقي تستخدم ولا تستنى شويه لحد ما تغمق؟ ممكن نستخدمه كمان، قلنا مضاد للتعرق، يعني ممكن نستخدمه بدل مضادات التعرق اللي بتسد المسام. جميل، بدل المواد اللي فيها كيماويات والحاجات دي بيبقى فيها مواد كيماويات كتير. حافظ على بشرتي بمواد طبيعيه، مش هسد المشام، مش هسد المسام بتاعه البشره، ومش هيحصل اي التهاب. فانا ممكن استخدمه عادي، مش هياثر عليا، ما فيهوش اي كيميكلز، ما فيهوش اي حاجه هتجيب سايد افكت او هتعمل اي مشكله في البشره. جميل، يعني كده الناس تستخدمه بشكل امن. ويمكن دكتوره ليالي قالت ان الحامل تستخدمه عادي ما فيش اي مشكله، معنى كده ان سهل اي حد بعد كده يستخدمه. انت عارفه طبعا يا دكتور ان مجرد ما الحامل تستخدم فخلاص احنا بنبقى كلنا مطمنين. احنا طيب معانا بعض الصور قبل وبعد لو تعلق لنا عليها، ودي النتيجه بعد قد ايه؟ احنا دي صور الاندر ارمز، دي بيفور اند افتر، ده بعد 3 شهور. لاحظنا ان الالتهاب راح، لون الجلد التصبغ اللي هو البيجمنتيشن اللي كان موجود فيها ده راح. دي صوره ثانيه، شايفه السواد الموجود او الاسمرار البيجمنتيشن اللي موجود، في كمان جفاف البشره، خلاص الجلد اللي بره ناشف جدا. شفنا بقى الحاله اللي بعديها اللي هي بعد ما فتره العلاج، وصلنا ان هو ما فيش اي حاجه خالص، راح الالتهاب، البيجمنتيشن كله راح، فوصلنا للحاله النهائيه اللي هو الهيلينج، مرحله الهيلينج كلها. جميل، النتيجه هنا بصراحه هايله، يعني دايما لما بشوف صور كده بحب اقول عليها الصوره بتتكلم لوحدها، يعني النتيجه باينه من غير اي حاجه. دي اندر ارم برضو. هنا في المنطقه فتحت خالص. ده بقى يا دكتور بصي بقول لك، هي مش واخده تصبغ ولكن واخده درجه شويه زرقان كده او خضار شويه. نتيجه الليزر. الليزر، وان انا خلاص قتلت البصيله فمنعت ان تطلع من المسام وسديت المسام فاسمرت شويه.
طيب لو معانا صور تاني برضو نعلق عليها. دي بقى برضو النتيجة لوحدها، الصورة بتتكلم لوحدها. ده نتيجة التعرق مع التهابات برضو ولا دي تعرق بس؟ لا ده تعرق، ما هو التعرق البكتيريا اللي موجودة فيه عملت الانفلاميشن اللي هو عملت الالتهاب ده. ده هنا الناس اللي هي عندهم زيادة في الوزن شوية بيبقى مشكلة عندهم في الصيف، ده بتبقى مشكلة رهيبة طبعاً. جدا البكتيريا هتزيد مع التعرق، فهتعمل هتزود البيجمنتيشن اللي هو هتزود الصبغة بتاعة البشر، فهنوصل ده بعد 3 شهور بعد ما دي برضو صعبه قوي. دي بقى اعتقد كان التهاب وفي جفاف برضو صح كده. بس النتيجه هنا بصراحه جميله جدا هايله. طيب دي منطقه الاندر ارم، والناس كتير فعلا بتقابلها المشكله دي بسبب التعرق واستخدام مواد فيها كيماويات وبتاع. طيب منطقه البيكيني بقى برضو بيبقى فيها نفس المشاكل، سبراي رون مش هيضر المنطقه دي خالص؟ لا مش هيضر المنطقه، مختلف عن بقيه الحاجات اللي ممكن نستخدمها، عشان خاطر هو معمول خصيصا للمناطق الحساسه. عارف انا بستخدم لايه؟ انا البشره دي بشره حساسه جدا، اي التهاب فيها او اي احتكاك بيها بطريقه هارد او صعبه شويه هيعمل انفلاميشن، فهيزود التصبغ بتاعها. فهو طبيعي جدا مخصوص للمناطق الحساسه، بالذات في منطقه البيكيني. لو ما استخدمتش الوصفات اللي هي هتزود التصبغ او هتعمل انفلاميشن او التهاب، ابسط حاجه الليزر، ابسط حاجه الحروق بتاعه الليزر. انا بعد ما استخدم الليزر بيديني الدواء بتاعي اللي هو مضاد للحروق، مضاد للحروق وكمان الالتهاب والحبوب. فالحاجات دي كلها انا عارفه ان انا المفروض اعدي بعديها بمرحله علاج بقى. انا عالج المنطقه اللي انا استخدمت فيها الليزر، فده امن جدا ان انا استخدمه على المنطقه دي. مش هيسيب لي اي سايد افكت، مش هيعمل لي انفلاميشن او التهاب. مش هيعمل لي الموضوع لمنطقه اللي هي فتره قليله، اللي هو هعالج لفتره قليله وهيرجع تاني زي الاول. لا انا هعالجها وهقضي على المشكله اساسا من الاول، يعني مش هتحصل تاني. طيب واستخدامه على منطقه البكيني برضو نفس الاستخدام مرتين في اليوم؟ مرتين، هما برضو الرشتين. رشتين في اليوم، رشتين الصبح ورشتين بالليل. واعمل مساج للمنطقه وهلاقيه بيختفي على طول. مش محتاجه بقى هسيبه لغايه ما ينشف او انا هضغط عليه، لا خالص. بمساج هي هتلاقي الجلد اتشربه طبيعي، يعني بيتشرب فيتامينز وحاجات طبيعيه الجسم محتاجها اصلا، بس فهيبتدي نعمل تدليك للمنطقه ديت، هنلاقي الموضوع كله اتشرب ومش هتلاقي فيه اي حاجه. طيب في بقى انت عارفه مشكله دايما، البنوته كده اتخطبت تفضل ناسيه نفسها طول فتره الخطوبه وتيجي بقى قبل الفرح بشهرين. انا عايزه اروح اي مكان يخليني كده بنور لوحدي. طيب عروسه مثلا ومضغوطه في الوقت، تنصحيها بيه وهتستخدمه، هل مكثف ولا نفس الاستخدام وتستنى شويه؟ انا انصحها انها تستخدم من بدري، يعني نلحق المشكله من بدري. وبدل ما اروح اعمل الليزر واروح السبا واعمل الوصفات الطبيعيه دي كلها، طيب انا عندي الوصفه اللي هتعمل لي هتديني نتيجه هايله ومضمونه من غير ما لسه هقعد اجرب. يعني اعملي الليزر زي ما انت عايزه، اعملي كل حاجه زي ما انت عايزه، بس ابتدي بعديها عالجي. ما استناش لان المنطقه تحصل غمقان او البيجمنتيشن يزيد او الالتهاب يزيد، ابتدي اعالج فيه من دلوقتي. بنصح كل واحده قبل ما تخش على مرحله الجواز انها تهتم بنفسها من البدايه. طبعا ارطب بشرتي، اكل واشرب كويس، الميه مهمه جدا في الصيف طبعا جدا. فتاكل وتشرب كويس وتاخد الفيتامينز اللي جسمها محتاجها، وكمان تستخدم حاجه طبيعيه. طيب يعني هي مثلا لو قبل فرحها بشهر شهر ونص، يعني لحد يوم الفرح هتلاقي النتيجه هتتلاحظ؟ طبعا. حتى لو هي تستمر مثلا بعد الفرح تستخدمه مفيش مشكله. هو ريحته حلوه، مش هيسيب لي اثر دهني خالص، كاني ما حطيتش حاجه. يعني المنطقه اللي انا حطيت ايدي عليها الاثنين شبه بعض، كاني ما حطيتش حاجه، فهو مش هيضايقها. يعني في الستات المنطقة الحساسه او لو في غمقان بتضايقهم نفسيا والله يا دكتور. صحيح، تحس ان هو لا انا مكسوفه او لا مش هينفع انا كده بعالج نفسي. صحيح. باخد علاج. لا ده مش هتحسي انك بتاخدي علاج اصلا، كانك بترشي حاجه معطره. هو ريحته حلوه جدا، كل ما فيه مكونات طبيعية، فأنا مش هتضايق من حاجة. أنا هبتدي أعالج نفسي وكمان مش هيضايقني نفسيا، أنا صحيح. كأنه مش موجود. كأنه مفيش حاجة موجودة. يعني حتى هي لو واحدة يعني أو عروسة وهتروحي تتفسحي بقى وتلبسي قط زي ما أنت عايزة وترفع دراعها بكل ثقة، مفيش أي مشكلة بالزبط. خالص هتلاقي نفس اللون بتاع منطقة جسمك خالص، مفيش أي مشكلة. وكمان دكتورة ليالي أكدت إن هو آمن جدا ومفيش أي مشكلة خالص، ويمكن أنا ذكرت مثال وهي أكدت عليه، لو الحمل استخدمت فخلاص يعني الكل بيمشي وراها وبناخدها مثال لينا. كمان قلتي لي السن الصغير ومفيش، ممكن نستخدمه كمضاد للتعرق كمان
عشان هو بيقتل البكتيريا. تمام، احنا عارضين على الشاشه شهاده وزاره الصحه او تصريح وزاره الصحه باستخدام منتج رون لانه بيكون امن، فده خلاص دي شهاده بقى يعني دايما نقول لك الشهاده. طيب هروح معاكي لنصايح عامه تديها ليه كل بنت وكل ست، خاصة البنات بقى يعني في سن المراهقة 15 سنة 16 سنة بيبقوا عايزين من البداية، هي لسه بشرتها جميلة درجة لونها الطبيعي، بعد كده بتغمق، تنصحيها بإيه في البداية؟ الأكل كويس. بصي أي حاجة لو 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 تعبانة، لو عندي أي مرض أو أي حاجة بيطلع على البشرة. يعني مش بس الحاجات اللي أنا بستخدمها أو الحاجات الكريمات والحاجات دي، لا كمان اللي أنا باكله بيبان عليا. يعني لو أكلت كويس، لو أكلت خضار وفاكهة زي ما بنشوف الأجانب وشهم حلو ومنور، مش بنلاقي عندهم مشاكل ولا وشهم تعبان عشان بياكلوا أكل صحي. أكل خضار وفاكهة، أدي جسمي الفيتامينز اللي هو محتاجه، أشرب مية، أشرب مية بالذات في الصيف محتاجين المية جدا. ابتدي اركز شويه مع مضادات التعرق اللي انا بستخدمها عشان في حاجات بعض منها بيقفل المسام، فده بيعمل الالتهاب فبيزود البيجمنتيشن اللي هو التصبغ اللي عندنا، فاعمل اسمرار للمناطق الحساسه. الوصفات اللي موجوده ابتدي ماشي استخدم الوصفات، بس اعرف ان الوصفات دي فيها مكشرات او فيها حاجات ما اقدرش استخدمها للمناطق الحساسه. المناطق الحساسه ليها استخدام معين او ليها حاجات معينه بس استخدمها فيها. ابتدي اعالج لو انا عندي مشكله من دلوقتي، ابتدي اعالجها ما استناش المشكله تكبر عشان ما تاخدش وقت اطول معايا في العلاج. ارطب بشرتي بس هي دقيقه واحده في اليوم بعد ما اخد الشاور، احط على جسمي كله لوشن او اي مرطب طبيعي او اي زيت عشان بس ما يعملش التهاب او ما يعملش اي تصبغ او اسمرار على البشره. طيب انت عارفه اي حد بيشتري بقى اي حاجه بيبص عليها الاول، طب دي هتكفيني قد ايه؟ يعني هدفع فيها فلوس، طب انا عايز اعرف هتكفيني قد ايه، يعني ممكن تكفيهم قد ايه؟ انا رشيت الرشه دي شايفه مش حاجه، يعني حاجه بسيطه من اللي جابوها. ايوه انا عملت رشه واحده بس هي كبيره قوي. هي هتكفيه يعني تكفيه فتره العلاج كلها. والله ايوه لان هي رشه واحده العبوه كبيره. الرشه واحده ديت هتقدر على المكان كله، هقدر اعمل فيها مساج وهتمتص البشره كلها، مش محتاجه بقى كريم ان انا هو اخد منها كل شويه بقى كريم ولسه هحط على ايدي ولازم وكريم مش هيقضي، محتاج لا هو وكمان المنطقه الحساسه بتبقى عايزه يعني استخدام بسيط او كميه قليله من الحاجه اللي هنستخدمها. صح، هي دوب الرشتين اللي انا بستخدمهم في مرتين في اليوم دول هي اللي هتكفي، مش هحتاج ان انا احط اي وقت. دي كان اهم حاجه طبعا الناس تعرفها هتكفيهم قد ايه. الحقيقه انت نورتيني جدا دايما منوراني، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، كانت منوراني ومنوراكم النهارده دكتوره ليال الحلواجي دكتوره صيدلانيه، شكرا لك يا دكتوره ليال. مشاهدينا اشوفكم على خير دايما في فقرات مميزه من برنامجكم طبيب الحياه.